احمد الشيخ، مش الاصابه بقى، لان في الحقيقه الحساب الرسمي لجريده الاهرام نشرت ان في تواصل حصل ما بين مسؤولي نادي الاتحاد الاسكندري مع اللاعب احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي بخصوص امكانيه التعاقد معاه. دايما برضو هنقول ان التواصل اكيد هيكون مع الانديه، ما فيش معلومه مؤكده في الجانب ده، لكن كل المؤكد ان احمد الشيخ ماشي بشكل كويس جدا مع الفريق، الاصابه بس هي اللي بتعطله شويه. مقتنع جدا بمستر ريني فايلر، وبالتالي الامور طبيعيه ومرتبط بعقد مع النادي الاهلي، فبالتالي اي لاعب او اي نادي يرغب في التعاقد مع اي لاعب اكيد هيتطرق او هيتواصل مع مسؤول النادي الاهلي عشان نشوف امكانيه ذلك. طيب خلينا نروح للاخبار.